تهاوش مرة والتانية وتسجل 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 هدف. لكن وقع حارسة الأهلي، إن شاء الله تكون سليمة وتقوم. جادة حسام شعبان، يمكن جات في العارضة كده، إن شاء الله نطمن عليها تكون سليمة وتقوم. وأكيد طبعا على طول العلاج الطبيعي بيخش، والكابتن ياسر والكل معاها. يمكن في كده ان شاء الله تكون سليمة وتقوم وتكمل. وانا شايف امنية خالد بتجهز نفسها، يعني انا شايف كده امنية خالد بتجهز نفسها. هنشوف ونتابع مع بعضينا، ان شاء الله تكون سليمة وتقوم. لسه في الملعب، قامت ايه الحمد لله، ان شاء الله تكون سليمة وتكمل على الاقل. حتى لو ما كملتش نطمن عليها وتخرج وتتعافى، تبقى سند لزمايلها. جادة حسام شعبان حارسة مرمى النادي الاهلي، شايف رقم واحد امنية خالد هتنزل، امنية خالد هتنزل، امنية شايف كده امنية خالد هتنزل ولا ايه؟ لسه مش عارفين، لسه الملعب واقف.